لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وأعجبني. للمبتدئين اللي ما لهم في عملية معالجة المياه وحاب إنه يفحص، حتى يصلك كل ما هو جديد أولا بأول يرجى تفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من القناة. لكل إنسان ما بيعرف إنه يستخدم أجهزة الفحص، هذا المقطع الفيديو مخصص للناس المبتدئين أو الناس اللي ما بيعرفوا بعملية معالجة المياه، وحاب إنك أنت تفحص نسبة الأملاح الموجودة في المياه في بيتك، سواء كان في خزان التنك الرئيسي للمي أو سواء كان بعد وحدة المعالجة. هذا الجهاز بسيط جدا، اسمه TDS، يعني لما تيجي تطلبه من المحلات أو المتخصصة لبيع أجهزة الفحوصات تذكر له أنه أنا أريد جهاز اسمه TDS. طبعا TDS اختصار لـ Total Dissolved Solid، للمعلومات يعني اسمه اختصار لـ Total Dissolved Solid. فهذا الجهاز طبعا، أو ممكن تذكر له أو تقول له بدي جهاز فحص الأملاح، فحص نسبة الأملاح. طبعا الجهاز سهل بسيط جدا، يعني لو بدنا نيجي نستخدمه، هذا عبارة عن كأس من الماء، يعني عينة، هذا هو الجهاز. طبعا الجهاز ميزته، طبعا هناك عدة أنواع من الأجهزة ولكنها نفس المبدأ، يعني جميع أجهزة فحص الأملاح أو قياس نسبة الأملاح إلها نفس المبدأ. تضغط هاي الكبسة اللي هي on off، وهي موجودة بجميع الأجهزة بهاي الطريقة. طبعا هذا النوع مثلا من الجهاز أو من الأجهزة، إنه إذا كبست على on بيعطيك لون أخضر، بمعنى إنه لسه ما في قراءة. طبعا بس مجرد إنك تفتح الجزء السفلي راح تلاحظ هنا الحساسات الخاصة بفحص نسبة الأملاح، وكذلك الحساسات خاصة بفحص درجة الحرارة، لأنه في موازنة ما بين درجة الحرارة ونسبة الأملاح. الآن فقط تمسك هذا الجهاز وتضعه في العينة، ولكن بحيث أنه يكون يوصل لهذا التدريج، كما تلاحظون هذا الخط اللي هون موجود هون، فقط أنه يوصل لهذا الخط ولا ينزل إلى أسفل أكثر من هذا. يعني كما تلاحظون الآن عندما أعطى قراءة، مثلا أعطى ضوء لون أحمر، إنه يعني أخذ قراءة. كما تلاحظون هذه القراءة مثلا نسبة الأملاح 116 بي بي أم. طبعا تقاس نسبة الأملاح بالبي بي أم، يعني حتى إنه تكون أنت على بينة وعلى دراية بالموضوع، يجب أن يعطيك هنا كما تلاحظ وحدة القراءة أو وحدة القياس بي بي أم، كما تلاحظ بجانب الرقم. طبعا هناك قياس آخر أو فحص آخر اللي هو فحص الإيصالية يسمونه، وهنا هذا المود نظام، هناك أجهزة تفحص الإيصالية، بمعنى تحول من أملاح إلى إيصالية. يعني لو ضغطنا على مود هنا ثم قمنا بعملية الفحص، سوف تلاحظ أن الوحدة تغيرت. تغيرت الوحدة كما تلاحظ بالمايكرو سيمنز، يعني لو رفعنا الجهاز حتى نرى نشاهد بشكل أدق. مايكرو سيمنز بن سنتيمتر، كما تلاحظ الوحدة التي بجانب الجهاز بالمايكرو سيمنز بر سنتيمتر. هذا عندما حولنا النظام إلى المود، يعني المود هذا يحول لك إما إلى الإيصالية أو إلى نسبة الأملاح. أنت في البيت يعني الافضل انك ايش ان تستخدم نسبه الاملاح، مود هكذا يحول لك من نظام ايصاليه الى نظام نسبه املاح، وكذلك يحول لك ويعطيك درجه الحراره ايضا. يعني هذا الجهاز ايضا كما تلاحظ يعطيك درجه حراره الماء، ايضا كما تلاحظ درجه حراره الماء
26.4 سلسيوس، إذا يعطيك أكثر من قراءة. فعندما تطلب تأخذ تذهب إلى المحلات تطلب جهاز يعطيك يعني أكثر من قراءة، ولكن القراءة المطلوبة عندنا هي قراءة الأملاح. كما تلاحظ تضع كما مرة أخرى الجهاز في العينة وتضغط على مود، هذا طبعا بالفهرنهايت، هذا بالمايكرو سنز، وهذا هو أو بالبي بي أم، وهذا هو المطلوب. إذا هذا هو المطلوب بالبي بي أم، إذا أن تأخذ القراءة بالبي بي أم. إذا هذه هي وحدة القياس البي بي أم، وهي تعبر عن تي دي اس، عن نسبة الأملاح الموجودة في المياه. هذا الجهاز تستطيع أن تستخدمه في بيتك بكل سهولة، وهو يعني آمن في البيت، آمن على الأطفال، يعني لا يؤذي الأطفال. عبارة عن بطاريات، يعني كما سوف تلاحظون الآن عبارة عن بطارية فقط، هذه بطارية كبيرة، وهناك أجهزة تكون عبارة عن بطاريات صغيرة. إذا هذا هو عبارة عن جهاز فحص الأملاح. حتى يصلك كل ما هو جديد أولا بأول، يرجى تفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من القناة.